طلع ماركت النهارده فيديو من الجزء الثاني من لعبه عندي هنا بقى دي الحفر اتوقع كده ما عنديش كتاب اتوقع ما عنديش انا باب طب مش مهم انا هنا خطيت الايرون يعمل لحسن انا عايز الايرون ضروري افتح الباب وهنا الاوضه بتاعتي ظبطتها كلها بقت حاجه فخمه عندي هنا الصناديق كده خدت التوب بتاعي انا معامل كل ده اوكي يعني مثلا اخدت القصب المركب خليه معايا الايرون لا الايرون ده مكانه هناك هنا مثلا الريشة الطوب التاني التفاح الفلمت فرن اوكي لا 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 خليه معانا ده خلي الفراخ معانا كده ظبطت كل حاجة ومكان الايرون هنا اظبط بقى كل حاجتي اجيب الفرخة واجيب اللحمة بتاعتي كده ظبطت كل حاجة ناقص لي الايرون اشوف الايرون ده عامل بيه ايه صح ممكن اعمل في مزرعة خرفان فكرة برضو بس المشكلة ان انا مش شوفوا محتاجين ده او محتاجين واحد تاني معنديش خشب خشب انا خطيته هنا خشب مفيش اي خشب هنا هنجيب بس بتاعت الخشب دي محتاجينها نحط الايرون هنا يكون عندنا 19 واحدة كده انت كده خلصت ازاي انت كده خلصت ازاي محتاجين فحم ضروري ايه تتراح هنا ليه طب ما بالايرون ده يعني اعمل البتاع ده يلا خليه معايا قبل المكان كله بتاع ده وانا صح نسيت انام انا نورت المكان هنا وخدت بالي ودوت مثلا دوت كده بقرة خد هنا وخد هنا اكيد محتاجين مية اخد هنا واخد هنا واخد هنا بس انا اخدت واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا خد هنا وخد هنا خد هنا وخد هنا وخد هنا وخد هنا هنا استنى بس يا خروف عليا
وتكون هنا وتكون هنا وتكون هنا. عايزة اخلص كل اللي معايا، مسيبش ولا واحدة. ما مخططش هنا، هنخط هنا وكمان 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 مثلا. لا دي جنبها، دي مش هتعمل. مثلا جنب ديت مثلا كده كده كده. لا ما ينفعش جنب بعض. انا هعيش الخشب ضروري ضروري. انا فاضل لي اربعه بس، اربعه مش بنخط هنا. احنا مش بنخط هنا. لا دي جنبها، دي لا دي جنبها برضه. بس خليها هنا، خليها هنا، شديد وخط دي هنخط مكان الشجر، بيتخط مكانه يعني مثلا هنا وهنا، وهنشيل دي خلاص. احنا كده خلصنا. نستنى بقى الخشب لما يجي، نشوف بقى ان احنا هنعمل ايه بالظبط والكلام ده. فاهمين؟ وصح نسيت اوريكم حاجة. شوفوا عملت لي دروة. أو اوكي مهم، انا محتاج فحم. دور اللي فكرت السكيلتون ديت في فحم اهو. ولا 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 كي تروح. مع السلامه. شافني شافني. واو ده في ضلمة هنا، ده في كحل كحل، بس في فحم كتير هنا. والله فكرت السكيلتون تتخض قوي. اوكي حط الطوبة مكانها معاية الفحم الباقي كده. سبتها يا رب اتكسر خلاص. اخر حبة 26 بس، عايزين كتير احنا. مفيش خلاص اتكسر. واو شي عم انا مسرعه كرفان جنبي هنا. لا بقر بقر عشان يكبروا ويعملوا بقى كده. وفكر اخلي المزرعه هنا، اظبط الدنيا هنا واعمل بقى اجيب طوب بقى والكلام دوت. بص حكاية. وبرضو محتاجين خشب. خشب مين قص ده اللي احنا ما نعرف نعمل بيه الحاجة. هو اعتقد 8 حلوين عليا اعتقد، خليها 10. يلا
عشان كفاية قوي عليه كده. خلي دي معاه. لا خد الفحم يكون مكانه هنا، الايرون يكون مكانه الناحية التانية. يا ترى القصب عامل بيه ايه؟ القصب عامل بيه ايه؟ عامل منه سكر وعامل منه بتاع ده. بس هما محتاجين خيوط العصاية ديت. الله العظيم. اوكي دايموند، انا ما عنديش دايموند، الاقي بس دايموند. اوكي هنعمل واحدة من ديت وكده، شوية هنا واحدة من ديت، هنا واحدة كده وواحدة كده وواحدة. يبقى معانا 6 ورقات ومعانا حاجات كتيرة مش هعمل بيهم ايه. صح نسيت جلد، ما انا كنت معايا جلد. دي بقى محتاج اعمل اخد له 3 او 3 اخد لي بوكت واخد لي كده ادور على بركان. لو لقيت بركان الاقي شغله. صح نسيت اعمل بتاع ده. اوكي احنا كده تمام زي الفل، ظبطنا كل حاجة. نقفل بقى. اوكي في شجر طلع. طب حلو ده، احاول ادور هناك على بتاعنا. انا محتاج جو. لا 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 ماشي وسوق ويهرب. اوكي احنا كده الجزيرة دي انا عرفت انا مكاني فين. وناخد خشب بالمرة هناك. كده كده احنا ما عندناش خشب، ناخد خشب. ناخد قصب كمان، في قصب هنا كتير اوي. اوكي تعالى. اوكي اوكي ويا برا انا عارف والله لو يا برا. فين بقى ما اعرفش. دي اول واحدة ضاعت مني. خلاص بقى عادي بقى. اهي كده مش بشوفها في المية. خلاص بقى عادي بقى.
والنار جه. الجزيرة اللي هناك ديت خلاص بقى، بكرة بقى اروح. واو انترمان بتبص في عينه. اوكي، وهنا هيكون الحلقة تكون نص ساعة يعني، مش السكيلت انا في خرفان كويس اوي. اوكي تعالى بفكر اعمل مزرعة خرفان عشان صح انا ما عنديش خروف. تعال ولا اهو هموت كده. لا 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 هموت. هات البقرة. امشي يا عم بعيد، نور نور المكان، مينفعش كده نور وانا ماشي. نور 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 هنور. اوكي اودي شيت، عنكبوت والسكيلتون وعليا وعلى الله العظيم التلاتة عليا. انا هعيش النهار اسود. انت باصص لي كده ليه يا عم؟ امشي يا عم. مش كله توم مضرة. لازم انور المكان بتاعي ولازم امنه. وسع يا عم. عايز انام، عايز انام في الحقيقة مش في اللعبة. خلي الجلد معايا، انا بقولك مش الجلد وخليه. ما معايا حاجات كتيرة، استعنتعت معاكم كده. احنا كده خلاص خلصنا كل حاجة، حتى البيت بتاعي الكوب بتاعي. يعني لو انت ما عملتش لايك وسبسكرايب خد لايك، ولو انت مش مشترك في قناتنا اشترك من دلوقتي. سلام ستة شباب، اشوفكم على خير. هنام بقى.